Morning, fourth grade. Good morning, Yarabe. How are you, Ms? Are you okay? Are you fine? Okay, Yarabe. خلينا نعمل أول إشي ريفيجن سريع. What the meaning should ينبغي. Okay. هلا أنا كاتب لك هون عندك بعض المعاني. طبعا أنت لازم تكتبهم عندك على كتابك. Need. What the meaning need? Need معناها يحتاج. What's meaning need؟ يحتاج. Should ينبغي أو يجب. أوكي. Must إيش معناها كمان must؟ must معناها يجب، معناها إيش؟ التزام. إيش حكينا معنا must؟ للالتزام. زي ما أنا كاتب هيك أكتب معناهم. أوكي. Need يحتاج، وshould ينبغي معناها يجب، وmust معناها يجب للالتزام. أوكي. طيب خلينا نعمل هيك مراجعة سريعة للأشياء اللي أخذناها الحصة الماضية. أوكي، what's the meaning يا خامس؟ bakery. what's the meaning bakery؟ bakery اللي هو إيش عنا؟ مخبز. excellent. butchers اللي هو إيش؟ اللحم. chemist اللي هو إيش؟ صيدلية. برافو عليكم. أوكي، خلينا نكمل عنا هون الكونفرزيشن الديالوج الموجود عندي هون. بدنا نستخدم عندنا ادفايس، نصيحة. وزنج ادفايس نصيحة، بدنا ننصح. نبدا في نمبر 1. ماي هيد هارت ا لوت، بحكي لنا انه ماي هيد هارت ا لوت يعني ايش هارت ا لوت. نبدا بحكي لك هو شو حال لنا. يو نيد تو ولا شودنت ليسن تو لاود ميوزك. بحكي لك كراسو ايش بحكي له، يجب ولا مش لا انه يو شودنت. هو حل لك يا يو شودنت، ينبغي عليك انه ايش listen to loud music. اوكي. ولا يو بنكمل يو ماست ولا شود ريست، انه يو مصنت مش لازم ولا شود ريست. اكسلنت. يو شود ريست. اكسلنت. نمبر 2 بحكي لك my little brothers got earache. عنده earache. okay. he need to ولا shouldn't go outside to play. عنده earache. بحكي له need بحتاج ولا shouldn't. excellent. he shouldn't. ده معناه سكت. طبعا انا بختار على حسب المعنى ماشي، انه يجب انه تلعب في خارج ولا لا يجب عليك انك تلعب. اذا النصيحة بتحكي shouldn't. بنكمل مع بعض في نمبر 2. ولا هي should ولا mustn't go to the doctors. ايش بحكي له انا؟ هي should ينبغي عليك ايش؟ go to the doctors. بنكمل نمبر 3. my friends got a broken arm. اذا my friends got a broken arms، عندها ايش broken arms؟ she mustn't ولا should go to the hospital. ايش بحكي لها انا؟ she should ينبغي عليك انك ايش؟ go to the hospital. بنكمل she mustn't ولا need to ride her bike. شو what؟ she mustn't لانها ايش مالها broken arm. she mustn't ride her bike. اوكي بنكمل في exercise number 2. what advice ايش النصيحة would you give to these people. use the picture for idea. ورح استخدم هاي البيكتشرز. grandpa doesn't feel well. بحكي لك هو مش شاعر بول. he's got toothache. عنده toothache. he mustn't يجب عليك انه ايش؟ eat sweet. مش لازم تاكل sweet. and he should what ايش ننصحه؟ go to where go to the dentist. excellent. اذا he should ايش راح نكتب هون؟ go to the dentist. what's meaning dentist؟ excellent. طبيب الاسنان. فريدي بنكمل هلا عن فريدي. فريدي has got the flu and he feel very cold. طلع لنا هاي على نمبر 2. فريدي ايش بدي احكي له؟ هو بحاجه لايش؟ go to bed. هو بحاجه للنوم and
He shouldn't go out. رح أكتب. He needs. طبعاً أنا كتبت لك إياهم أنا هون يا رابع عشان أسرع. إذن Freddy has got the flu and feels very cold. بحكي له he needs to go to bed and he shouldn't go out. شو لازم يذهب لوين؟ برا. Peter thinks he's got a temperature but he's got a football match. نطلع عليه. هو عنده temperature لازم ليش بحكي له he's got a football match. إيش بدي أنصحه أنا؟ He should take his temperature لازم تأخذ معاك his temperature مثال حرارة and he mustn't إنه يجب عليك إنك إيش أنت كمان ما تلعب he mustn't play football and he mustn't play football رح أكتب لك إياهم أوكي okay. إذن إيش بحكي له he should take his temperature لازم تأخذ معاك مثال حرارة حسبهم بين في pictures and mustn't play football number four Jan has got a small cut on her finger. عنده small cut on her finger. إيش بدي أنصحه يا رابع؟ طلع على البيكتشرز. إيش بحكي لنا أول إشي؟ Jan. She must wash the cut. إنك أغسلي الكات. And she should put a plaster on. هي طلع إيش عليها؟ جي أحكي لها. And she should put a plaster اون هاي حلو مع بعضه هاي انا كتبت لك اياها بحكي she must wash the cut and ايش كمان بحكي she should put a plaster on طبعا الادفايس النصائح هذول يا رابع حفظ يعني في الامتحان راح اجيب لك اكتب نصيحه اوكي راح اجيب لك write the advice اكتب نصيحه اوكي لما يكون في عندك جروح شو بعمل لما يكون في عندك temperature يكون عندك flu لما يكون في عندك earache يكون عندك toothache اوكي اكتب لي عليهم هاي انا بحكي لك اكتب لي عليهم مهم في الامتحان واحنا عرفنا انه الامتحان رح يكون في المدرسة اوكي خامة يا رابع اوكي هلأ keeping healthy by doctor Orle بدنا نشوف عنا هون ايش نحطه عن دائرة على الاجابة الافضل if you want to be healthy it's important to exercise every day you فراغ Spend a lot of time on your computer.